ارجع كتلك وما كتلتهم، بس نيجي 20 جاي تقول ماكو هيجي عمره 15 يوم وليد ولدنا 15 يوم ذاك اليوم ولدنا 15 يوم عمره. رحيم كاظم عيادة الغريري، يعني هو منتمي إلى تنظيم القاعدة سابقاً ومن بعدها التحق بتنظيم داعش. كان مطلوب للقوات الأمنية وقامت القوات الأمنية فور علمها بوصوله بالتوجه إلى المنزل، ولكن للأسف هذا الإرهابي قام بالإقدام على المواجهة مع القوات الأمنية، ومن ثم بعد ما عرف أنه هو محاصر ولم يكن أمامه سوى أن يستسلم أقدم على قتل كل أفراد عائلته للأسف الشديد. والله كذب، أكو بهالصحراء بيته خايسة، سيارته خايسة، خبز ما يشبع، عنده راتب مال عاطلين عن العمل عايش بيه هو وولاده. هو رجال فلاح فلاح، يعني اليوم سواه تاجر مال مخدرات. والله 20 كلهم قاتلين، وبالدوشكات والصواريخ بيته منك مفلشينه، بالصواريخ مفلشينه. هي البارحه الهان يقولون ابوه الكاتل. لا والله مو ابوهم، كذب كذب، والله يحبهم يموت عليهم، كذب مو ابوهم. هذا اللي طلع هاي السالفه، هذا يريد يطلع منها، اللي داز 50 همر البارحه يريد يطلع منها. هذا رجل فقير ما يملك شيء، مستضعف ما عنده كل شيء، غير اللي نفهمكم يعني تدزون قوة من بغداد، يجيبون قوة من بغداد وتجي تكتله وتمشي. داخل المحافظة لا يوجد مؤشر معين على هذا الشخص اللي هو المجنى عليه، لم نجد بينهم من المطلوبين. الحادثة هي إجمالا حادثة جنائية بالمعنى الدقيق، أكثر مما هي حادثة مثل ما روج لها حادثة إرهابية. ليش هيك ليش؟